أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة، والبداية من كورونا. فقد سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم نحو 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومعظمها كانت في العاصمة فيينا، وإضافة إلى ذلك 26 حالة وفاة. في تاسع جريمة عنف ضد النساء في النمسا هذا العام، قام رجل بإطلاق النار مباشرة على رأس صديقته وقدميها أمس في فيينا الحي 20، وذلك بسبب الغيرة وفق ما ذكره الجيران. في البداية اتصل أحد شهود العيان برقم الطوارئ قبل حصول الجريمة، وأبلغوا عن رجل كان يهدد امرأة بسلاح. بعد ذلك بقليل مكالمة الطوارئ التالية، أطلق النار والقاتل موجود في مسرح الجريمة، وقد انتقلت الشرطة بدعم من الفيجا إلى مكان الحادث، واعتقلوا الجاني والذي كان مازال موجودا. وقال المتحدث باسم الشرطة ماركوس تيتريش: لقد استسلم دون مقاومة، وبعد ذلك مباشرة انهار الجاني المزعوم أمام الشرطة وفقد وعيه بسبب حالة السكر المسيطرة عليه، حيث نقل إلى المستشفى مع حراسة مشددة. في مؤتمر صحفي اليوم في مبنى المستشارية النمساوية، جمع كل من المستشار كورس إضافة إلى وزير العمل مارتن كوخر ووزيرة البيئة ليونار جيفيسلر بمناسبة عيد العمال، لتقديم مشروع نقطة انطلاق الذي يهدف إلى إرجاع 50,000 شخص إلى العمل. بدأت الوزيرة حديثها قائلة: إننا نمر حالياً بأزمة لم يكن الكثير منا يتخيلها قبل عامين، وتأثيرات هذا الوباء يشعر به الكثير منا ويراه بوضوح شديد. ولكن بعد ذلك اضطرت إلى المقاطعة بقولها: لقد قتلت امرأة في فيينا، وأود استخدام موقعي للتعبير عن تعازي وتعاطف العميقة. وعبرت الوزيرة عن حزنها بصوت مكتوم وعينين مدمعة: هذه هي المرأة التاسعة التي تقتل في النمسا هذا العام، وعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. اقترح المستشار النمساوي سيباستيان كورت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي النظر في ترشيح فيينا مكانا لعقد القمة الروسية الأمريكية المحتمل انعقادها. وجرى بحث بعض المسائل الراهنة في العلاقات الروسية النمساوية، بما في ذلك التفاعل في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وكذلك أفاق تعزيز عمل مختلف آليات التعاون الثنائي. وذكر بيان للكريملين اقتراح المستشار النمساوي النظر في ترشيح فيينا مكان لعقد لقاء القمة الروسية الأمريكية المحتملة إذا تم التوصل إلى اتفاق مناسب بشأن انعقادها. وصف فولفغانغ موكشتاين وزير الصحة والشؤون الاجتماعية النمساوي تقريرا جديدا عن مستوى الفقر في البلاد بالمقلق، والذي تفاقم مؤخرا بسبب جائحة كورونا. وقد أظهر تقرير الفقر الذي نشرته هيئة الإحصاء النمساوية لعام 2020 الوضع المأساوي في النمسا، حيث كان ما مجموعه 18% من جميع مواطني هذا البلد، أي 1.5 مليون شخص في خطر. من بين هؤلاء كان 1,022,000 مواطن معرضين لخطر الفقر، هذا يعني أن دخلهم كان أقل من 60% من متوسط الدخل، وقرابة 500,000 شخص لم يعودوا قادرين حتى على تحمل احتياجاتهم اليومية. وقال الوزير أن مكافحة فقر الأطفال لها أهمية خاصة لأنهم هم ربع المتضررين. في خطوة أولى لوقف تمويل بروكسل لتنظيمات وقيادات إخوانية في أوروبا، عقد البرلمان جلسة هذا الأسبوع بشأن ملف فريد حافظ المعتقد بأنه قريب من تنظيم الإخوان في النمسا. وقدم النائب الأوروبي ماركوس بيير مشروع قرار لوقف التمويل للأفراد
والجمعيات المرتبطة بالتنظيمات المتشددة. ونص المشروع على أن حافظ تلقى عدة مرات أموالاً من ميزانية الاتحاد على الرغم من الاعتقاد بارتباطه الوثيق بتنظيم الإخوان الإسلاموي والحكومة التركية وتخصيصه تقرير الإسلاموفوبيا السنوي الممول أوروبياً لإسكات الأصوات المنتقدة للإسلام السياسي. ويدعو المشروع الذي تبناه البرلمان الأوروبي بأغلبية الثلثين مفوضية الاتحاد إلى تغيير معايير الأهلية لبرنامج الحقوق والمساواة والمواطنة من أجل منع الأفراد والمنظمات من أصحاب الآراء المقلقة من تلقي تمويل من الاتحاد. هذا ويعد قرار التوصية غير ملزم. وقبل النهاية، وفي تزامن نادر يحدث كل بضع سنوات تتوحد فيه القلوب بالدعوات والأمنيات، حيث يصلي المسلمون اليوم شعائر صلاة الجمعة وهم صائمون صوم رمضان المبارك، ويقيم المسيحيون الأرثوذكس صلاة الجمعة الحزينة وهم صائمون صوم الأربعين، وغدا يحتفلون بسبت الفرح، وبعد غد يحتفلون بعيد القيامة المجيد. أسرة إنفوجراد تتمنى أن يتقبل الله منا جميعا صوما وصلاة، وكل عام وأنتم بكل خير. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم على إنفوجراد لنكتمل بالمعرفة. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.